وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. يومين من أيام الشهر نعيش فيهما مع روحانية سيدنا يوسف صلوات الله وسلامه عليه. هذين اليومين لا نذكر فيهما قصة، إنما نأخذ فيهما العبرة. فبدل القصة التي يتناولها الناس بينهم نأخذ منها العبرة للاستقامة في الحياة، وليكون الإنسان المؤمن في هذه الحياة سالكا بطريق الإيمان الاقتداء بالأنبياء. الاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو مسيرة الكمال في الحياة، لأن الأنبياء الله عز وجل ذكر لنا أكمل خلق الله، من أكمل الخلق في كل زمان. فانتخب لنا رب العزة من الأزمنة من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اختار لنا أكمل الرجال، أكمل الشخصيات، أكمل العلماء والعقلاء، اختارهم لنا لنتخذهم في حياتنا منهجا وقدوة نسير وراءهم لعلنا أن نصل إلى الكمال الذي وصلوا إليه. فكل نبي له مستوى، مستوى خاص بلغ فيه الكمال. سيدنا يوسف صلوات الله عليه هو الشاب الجميل الذي ابتلي وامتحن من أجل جماله، الشاب الذي يعطينا الدرس للحياة لكل شاب مؤمن سلك مسلك الإيمان، يعطيه المثالية في الأخلاق، المثالية في الإيمان، المثالية في الآداب، المثالية في مخالفة النفس، المثالية في حب الله ومراقبة الله. فإذا ليست هي قصة يأخذ الإنسان منها قصة يتكلم عليها، إنما هي منهج، منهج دستوري يضعه المسلم أمامه ليخرج من هذه السورة المباركة أعظم إنسان دخل فيها وهو طفل وتخرج منها وهو ملك. هذه آيات القرآن، سورتين علمتنا كيف يبدأ الإنسان شبابه وينتهي بالملك، سورة يوسف وسورة الكهف. سورة يوسف شاب دخل به معركة الإيمان وهو طفل، تخرج من صموده وصبره وإيمانه تخرج ملك. معناته أيها المسلم، أيها الشاب، اجعل هذا المخطط في طريقك. إذا بدأت وأنت صغير أن يكون نهايتك وأنت ملك تحكم البلد. وسورة كذلك الكهف شباب، أربع شباب خرجوا من البلد فرارا بدينهم، من أجل الدين
من أجل الإسلام، خرجوا من أجل دينهم، تركوا بيوتهم وأهليهم وأموالهم، وهم من أبناء الرجال الأكابر، تركوا النعيم وذهبوا ليناموا في غار الحجار فرارا بدينهم. فسورة الكهف بدأت بهؤلاء الشباب وانتهت بذي القرنين الذي بلغ المشرق والمغرب، ملك الشرق وملك الغرب. معناها الرجل المسلم هكذا يجب، وقد طبق صحابة رسول الله هذه السورة لما وصل عقبة بن عامر إلى المحيط الأطلس ونزل البحر بفرسه، وقال: والله لو أعلم أن خلف هذا البحر بلادا لخطه على فرسي بدعوة الإسلام. وقرأ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد من دونها وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا. فمعنى ذلك أن شباب الإسلام وصل من مشرق الغرب، من مغرب الشمس إلى مشرقه. هكذا الإسلام يربي الإنسان المسلم. فليست السورة للبركة، وليست سورة يوسف قصة ناخذها مثل ما النساء بيقولوا قصة عاشر ومعشوق، إنما هي منهج ودراسة وقانون في الحياة ليبلغ الشاب المسلم أعز مرتبة في الحياة. فسيدنا يوسف وقع في امتحانات وابتلاء، بلاء يعقبه بلاء وامتحان بعد امتحان، لكن يوسف صلوات الله عليه ما نسي ربه طرفة عين ولا غاب عن الله طرفة عين، فكان له ذلك العطاء الإلهي الذي سيذكر لنا في نهاية هذه السورة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. وصل لهذه النقطة العجيبة في الحياة، توفني مسلما، وما قال واجعلني من الصالحين، قال وألحقني بالصالحين، ألحقني ملحق. ما يكون منهم أنه مقام عالي، لذلك ما رح يكون منهم، لكن لحقني فيهم. هذا آخر السورة. فنحن الآن في تفسير بعض آيات من هذه السورة المباركة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. لما انكشف أمر زليخة زوجة الوزير، انكشف أمرها وتبين للناس ما عشقت خادمها الكنعاني، عشقته وأحبته، ولما ذكروا عنها عيوبها وخرجت عليهم حتى ترفع الملامة عن نفسها، أعلنت حبها وأعلنت ما وقعت فيه لأنها لا تلام. فإعلانها ليس هو من مخاف، ما عاد يخاف أحد ولا عاد الحسب حساب أحد، إنما الحب فضحها وفضحت نفسها لأنها صادقة في الحب.
امرأة أحبت فتاها وهو خال عندها وكان عاني ما هو مصري، مع ذلك أثبتت حبها وأعلنت حبها وهو حب فتى. فيا هل ترى الذي يصدق في حب أولياء الله أيهما أغلى في نظر المسلم، ولي الله أو فتى أو فتاة؟ أيهما أغلى في نظرك؟ إن كان ولي الله فأعلن حبك لأولياء الله من غير أن تستر نفسك، أعلن أني مستقيم مع محبتهم، مجالس لهم، مخلص في صحبتهم، هذا المحب. أما وين بتروح؟ والله أما عند رفقاتي، ما عم يقول لعند الشيخ، بيستحي يقول لعند الشيخ، بخاف يمنعوه. بينما لو كنت محبا صادقا وين ما بتقعد بتجيب الأدلة والإسباب والحب، بتخلي الكل يحبه على حبك، هذا من الحب. فهذه المرأة يعني امرأة وحياة، لكنها أعلن الحب لتعلمنا أن المؤمن إذا دخل في طريق الحب لا يتوقف عن حال ولو عذب ولو عوقب. وبينت لكم البارحة قديش سيدنا عمار تعذب، قديش غير تعذبوا، وما كانوا يتكلموا بكلمة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أتوا ببعض الصحابة، إن شاء الله لا تذكر اسمه، ليقتلوه، وصار يدخلوا الرماح ببطنه، فقال له أبو سفيان: أتحب أن تكون في أهلك وولدك ويكون محمد مكانك؟ فاستهزأ به وقال: والله لأن أقطع قطعا قطعا أحب إلي من أن يصاب رسول الله بشوكة في أخمص قدمه. خليني أتقطع بس النبي ما يسيبه شوكي. هذا الحب يعني. الحب ما أثبت الإنسان في حياته نسبته لمن يحب. فلما بتثبت نسبتك عندها بتقهر عدوك. فقال أبو سفيان الخصم الألد، قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. جعل أعداؤه يخضعوا لحب رسول الله. هذه امرأة إن نأخذ منها. ولقد راودته عن نفسي، طلبت منه أن يمكنها من نفسه، طلبت منه الفاحشة فاستعصم، مع أنها محروقة منه، لكن ما استطاعت أن تتهم بأنه طاهر نقي صافي، فاستعصم. وهذه منتهى كمال البراءة، برأته براءة كاملة، لا يمكن لإنسان أن يأتي بمثل هذه البراءة. فاستعصم، ما قال فاعتصم، الآية القرآنية ما قال فاعتصم مني، لو اعتصم دخل لغرفة وسكر الباب أو أعد ولا جدار اعتصم به. قالت فاستعصم، معناها أنا مهيئة له وأمامه والغرفة ما في غيرنا، لكنه عف عن النظر إلى الحرام، عف عن الوقوع في الحرام، فعفة كاملة لم يلتفت إليها ولم يمتعها حتى بنظر. سبحان الله، هي ملاهية نحن شيء صعب صعب، لكن والله يا ولد إذا اشتغل القلب بالله والله لهي أسأل من شربة ماء. كان عندي بعض الإخوان نجح بالبكالوريا وأخذ الدرجة الجيدة، ما أظن صغير علامة أو علامتين عن العلامة الكاملة، فأوفدته الدولة على مسؤوليتها إلى روسيا من 30 سنة.
أو فقدته إلى روسيا. وصلني أول مكتوب له. أول مكتوب. لكن لما قرأته صرت أجف. كله حبيبتي وحبيبتي. وحبيبتي أرى من وراءها الصفاء. حبيبتي أرى من وراءها الأنس. حبيبتي أدخلت لقلبي السكينة. حبيبتي حبيبتي. مين حبيبتي؟ أنت هذا مسكين. فرض بس عرفانه ذاكر رايح ذاكر مربى على ذكر الله وخشية الله. في آخر الرسالة يقول: وأما حبيبتي فهي سبحتي، أينما جلست أعانقها، وأينما جلست تهز في مشاعري. المسبحة ذكر الله، ذكر الله وين ما عاد عم يذكر. ويذكر لي في الرسالة، قال لي: في روسيا ليس هناك زينة للنساء، المرأة ما بتتزين، زينتها أن تخلع ثيابها. وبقي سنتين في غرفة واحدة هو وامرأة، امرأة روسية، تنام وهي متكشفة، وسنتين. قال لي: والله الذي لا إله إلا هو، إن مست يدك يدها مست يدي يدها. سنتين ينام في غرفة مع امرأة متهتكة كاشفة وشقراء بيضاء، ولم يعرها نظرة. يطلع لغير، لكن مجبور، مجبور بهذه السكنة. هذا شاب يعني ما بلغ لا سيدنا يوسف ولا بلغ، لكنه تربى على ذكر الله، تربى على خشية الله. فما فعلت به امرأة ولا متعها بنظرة مما جعل المرأة تعد تبكي. تبكي ليش عم تبكي؟ قل له: إيه أنا إقبال بفتوا فيه، أنت مع من؟ ما لك إنسان؟ ما لك إنسان؟ إلا أنا مؤمن. كانت النتيجة أن هذه المرأة قالت له: أحببت دينك وأحببت إيمانك، فأعرض علي دينك، لكن على شرط أن لا تخبر أحد بديني، إني آمنت، لأن لو علموا أني آمن لقتلوني، وأنا حاطيني عندك لأفسد فيك الأخلاق. فبعد سنتين أسلمت وقامت تصلي وقامت تصوم رمضان هي وإياه سوا، وما مس يده يدها. تستغربوا يعني هي يا أحبابي، يعني بصل الصلة بالله والرباط بالله. لا امرأة ولا كل النساء بتحرك في شعرة، لأنه مع الله يراقب الله. فكلمة فاستعصم أي موجودة بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. فاستعصم، استعصم بالله، استعصم بمراقبة الله، استعصم بخشية الله. هذا الاستعصام الذي منعه، منعه أن يميل إليها. استعصم مبالغة في العصمة، ما بس عصمة، ما قال فاعتصم، قال فاستعصم، مبالغة وشدة في العصمة، لأن العصمة من الله عز وجل أن لا يخطر بباله الخطيئة. لكن لما وقع، وقع المؤمن ما بيتلوث، وقع وعرضت عليه الفتنة، لكنه تحفظ في العصمة التي عصمه الله فيها. وكل مؤمن يكون حاضر مع الله، ذاكر لله، ما مصلي يعني صلاة إذا ما فيها مراقبة لله، ما فيها حضور مع الله، صلاة ما بتعطيك الثمرة. هي الثمرة يا ابني بدها قلب يحضر مع الله، يراقب أن الله معه، يراقب أن الله مطلع عليه. يا هل ترى لو كان جارك قدامك مديرك يعمل ذلك عمل؟ لا،
إذا جارك، إذا أخوك بدك تعملها، فكيف وهو معكم أينما كنتم؟ هي المراقبة. فأعلنته: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بالله، استعصم بذكر الله، استعصم بالحضور مع الله. ومن استعصم بالله، قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله، فالاعتصام بالله. انتوا يا ترى لو سئلتوا هل الله معكم، شو الجواب؟ نعم، نعم بالجامد، الله معكم هون. لكن لما بكون في الطريق الله معك، لما بكون في البيت وشباكك مفتوح على شباك الجيران وبتوقف على الشباك الله معك، ولما بتكون ماشي بالطريق وبتشوف وحده كاشفه الله معك. الذكر يا اخي ليس هو تمسك المسبحه وتخبط تسكت الله الله الله. الذكر الحقيقي هو ما حجبك عن ثلاث: حجبك عن الدنيا ولذتها، وحجبك عن الشهوة وميولها. الدنيا والشهوة أي التالية، والمال. المال لا شهوة مال، لا شهوة نساء، ولا التفات غير الله. هذا يلي بده يكون مؤمن، فالله يجعلكم مؤمنين. فاستعصم، لكنها نار مشتعلة، مرة اشتعلت، فأرادت أن تثبت وجودها. مرت الوزير إلها كرامتها وإلها كمالها، قالت: ولئن لم يفعل ما آمره. أنا بأمر أمر، انتقلت من الوديعة المحبة اللطيفة، انتقلت إلى إثبات وجودها، خسرت وجودها، خسرت كيانها، فانتقلت إلى فرض السيطرة. قالت: ولئن لم يفعل ما آمره، يعني إذا ما بيمتثل أمري وبينفذ رغبتي، لأجعلنه في سجن. لكن أي سجن؟ يفني شبابه ويذهب جماله. لحطه بسجن، روح له حياته، افني له حياته، لأنه تحطم كرامتها، تحطم كيانها. سيدنا يوسف هذا خطيه حرام، ما بدنا نكسر بخاطرها. ما بده يكسر بخاطره وحرام. الله لطيف، لذلك ما سأل عن الخلق كله. ملك، وزير، ملك، كبيره صغيره، ما ولئن لم يفعل ما امره. سيطرت الحكم، سيطرت المكانه والمنزله، تسيطر عليه بالامر، بس من عنه بده يقوم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. كلام القرآن يا بيشو، ليسجنن وليكونن. وحدة فيها نون التوكيد الثقيلة، وحدة فيها نون التوكيد الخفيفة. ليش هي ثقيلة وليش هي خفيفة؟ ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين. ليسجنن، افتتحت الكلمة بلام الأمر، بلام القسم، لام القسم، كأنها تقول أقسم. أحطه بالسجن، ليسجنن. ووضعت، وجد نون التوكيد الثقيلة لأن السجن محقق وجوده، ودخوله للسجن بيتحقق،
فلما تحقق جعل الآية نون التوكيد بأنه محقق دخول السجن، لكن ولا يكون من الصاغرين، بدك تجعله من الصاغرين، بدك تذله، الذل هذا لا تملكه، لما كانت لا تملكه ولا يمكن تحقيقه، لأن المؤمن لا يذل مهما أصيب في الحياة، يرى التقدير من الله عز وجل، ليس فيه ذل، إنما فيه اختبار من الله وتفضل من الله. لذلك لما كانت لا تستطيع أن تذله وضعت نون التوكيد الخفيفة، فليس لها هذا، لأنها لا تملك الإذلال. الإذلال للنفس، النفس المؤمن نفسه عزيزة، لأن نفسه أخذت عزتها من الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا يذل المؤمن أحد في الحياة، لا ضرب ولا إساءة ولا شيء، لأن المؤمن يرى الفعال الحقيقي مين؟ الله في كل الأمور، فسواء مصيبة بلاء نكرة، كلها تشوفها الفعال الله. والله تعالى ما نكب إنسان بنكبة أو أصابه بمصيبة أو تلاه ببلية إلا لإحدى ثلاث، إما أن يرفع له الدرجة، وإما أن يغفر له الذلة، وإما أن يمحو عنه الخطيئة. فيا معه خطيئة، يا زيادة الحسنة، يا رفع الدرجة، إذا كلها من الله كمال في كمال، ما في نقص. إذا فالمؤمن لذلك لا يرى في حياته مصيبة ولا ألما ولا نكبة، إنما يرى الفعال هو الله. ولما بيكون الله الفعال، كل شيء منه شو بيطلع؟ كمال، وكله حلو من الله. أما لما بتشوف من عبد الله بتشوفها برة وتشوفها صعبة، فلان يهيني أنا يهيني أنا، طب مين أنت؟ ما في أنا، شوف الفعال الله وخلص ارتاح. إذا حطوه بالسجن سيدنا يوسف، رآها منهم ولا رآها من الله؟ رآها من الله، هيا تبل ليسجن منا على السجن، لا يسجننا ولا يكونا من الصاغرين. هل تملك هي الصغار؟ تملك تذله؟ تملك تدخله على السجن، اما تذله ولو ضرب ولو اهين في السجن، سجن بالطبيعه اذا واحد دخل السجن بده يضرب بده يهان، لكن اهانت ايمانك ولا اهانت جسدك؟ إهانة الجسد بياكل له كفين بعد ساعة ما عاد في ألم، لكن الإهانة أن تهين دينك وإيمانك، والمؤمن لا يهان له دين ولا يهان له إيمان. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، وأظهرت هنا التشديد وبالغت في التشديد، لأنه ظهر كذبها وظهرت براءته. فلما قالت فاستعصم بريء، ظهر براءته وظهر كذبها. لذلك قدام النسوة بدها تستر حالها، بدها تستر عيبها، فقالت ليسجنن، لأنه لم يعطيها رغبتها. ليسجنن معناتها مين اللي قهر الثاني؟ الخالد قهر الملكة ولا الملكة قهرت الخالد؟ الخالد قهر الملك، العبد قهر سيده. هذا الإيمان معناته أنت كمؤمن لا تشوف حالك صغير، إذا عندك إيمان حب لله ورباط برسول الله، لو أهل الدنيا بدهم يذلوه ما ممكن. صاحب العقيدة يا ابني لا يهان. أنا والله في حياتي يا ابني رأيت دروس كبيرة، من جملتها أحكيكم القصة، ممكن ذكرتها قبل مرة.
أنا بقيت في حي الأكراد 10 سنوات في الشام. حي الأكراد كان فيه خالد بلداش رئيس الحزب الشيوعي في الشرق الأوسط. طيب وصار الشيشكلي، الشيشكلي مسك كل الشيوعيين وعذبهم عذاب نسأل الله السلام. من جملة اللي التقي فيه واحد عم قل له للصلاة، قال لي ما بعرف اصلي. ليه؟ ما بعرف، ما الاسلام ما في ما بعرف، الاسلام عامل بتصلي كل شيء، فشو السبب انه ما بتحسن؟ قال لي بحكي لك قصتي بزمن الشيشكي اغلبه. قال لي قلعوني اظافير ايدي، بس انه دريك شيوعي. قال لي كل ما يقلعوا لي ظفر، يعني ما في الم ما في وجع، يقول لهم شيوعي شيوعي شيوعي. قال لي قلعوا اظافير ايدي لعشر، قلعوا لي اظافير رجليه يمسك بالكماش ويقلعوا. قديش هذا يلاقي من الالم، يغيب من الوعي بعض اوقات بشده الالم، لما يصحى يقول له شيوعي شيوعي شيوعي. عقيده. قال لي بعدين شبحوني من ايدي ورجلي. واتوا بالموز وبداوا من تحت السره بسلخ الجلد. سلخ الجلد وهو حي. عم يسلكوا جلده. بس غير تقول ما بدي شيوعي شيوعي شيوعي. قال لي حتى وصلوا الى القضيب سلخوا سلك. هذا اي عذاب يا ابني، اي عذاب. قال لي لذلك دائما عم اشر، انا ما في شيء يمسك عم اشر دائما. قلت له الاسلام اعطاك رخصه فيها وفي رخصه، اعطيته الرخصه. قال لي اذا الاسلام اعطيني هالرخصه امن واسلم، ولو سلموني اياها قبل العذاب من غير ما يعذبوك انت تساوي مسلم ولا تساوي اسلم. وصار يصلي وما ترك. لكن قديش يا ابني هالعذاب، قديش تعذب هذا كعقيده امن بانسان وانسان يهون. فلما عرف الاسلام ودين الله عز وجل ترك اليهودي ولحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا يا ابي المسلم الانسان صاحب العقيده لا يهان ولا يزل، يبقى على عقيدته مهما كان. وقد حصل في زمن الصحابه التابعين رضي الله عنهم، حصل في زمنهم عده قصص، من جملتها قصة ثلاثة كانوا أخوة يقاتلون في سبيل الله، أفنوا كثير من الروم. فالملك شايف هالثلاثة شو عم يشتغلوا، فنادى القيادة وقال لهم هالثلاثة بتجيبوا لي اياهم سالمين ما ينجرحوا، بدوا حلقة وجيبوها. وعملوا لهم فخ وجابوا الثلاثة، ثلاث شباب وثلاثة أخوة، كبير وأوسط والصغير. فالملك قال لهم لا تقرب، قال لهم أنا ما بدي لا أعذبكم ولا بدي أعمل عليكم شيء من الأحكام، شو رأيكم اتفاهم أنا وياكم تدخلوا في ديني فأزوجكم بناتي وأعطيكم نصف ملكي. وفي يتزوج بنات الملك ونصف المملكة اللي حيتصوب له. فاستهزأوا به. في أحباب على الباب أقول شوي، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من أول يلا كل واحد خمسة طاقة خمسة طاقة.
على حب النبي عليه الصلاة والسلام. يلا كمان كم أخي يكونوا لعندي له، كم أخي يكونوا له. يلا فوتوا فوتوا عبد جوا، فوتوا عبد جوا، مضرع ما قاموا الأخوان فوتوا. استهزأوا بالملك، حاول معهم عدة محاولات ما كان حدا يقبل. لما نفذ صبره ما عاد ما جاوبوه ولا بوحدة، قالوا بدو لنا حلة زيت، حلة حطوا فيها طن زيت غلي جاب كبير، شو رأيك يلي عرضتوا عليه نص الملك وزوجة بنت بس كنت النصرانية تاريخ الإسلام استهزأ بي وأساء له بالكلام، أنه مفكر أنه تستميني بنص ملكك أو بزواج بنتك، والله لأنت أهون علي من جعل. شو جعل؟ خنفسي خنفسي، لو انت اهون علي من خنفسي. انا غير ديني شان مال شان مرة. قالوا عن الحلة وهي عم تغلي زيت، ديلي باذنجان ولا بديلي زهرة؟ قال له والله لنزولي في هذه الحلة وموتي أحب إلي من أن أطيعك فيما تريد. غضب الملك، أنا شو قدام أخوانه اثنين لحجوا بالحلة. نسأل الله العفو والعافية، يا أبي غطس بالحلة انتهي الحياة. الأصغر شد عليه هدله، ما في فايدة ما في فايدة، قال له نصلبوه أول وارموا السهام حواليه عن يمينه وشماله بلكي بيخاف بيرتعب. صلبوه رمي سهام ما في فايدة. طب قال له لكن الإنسان بده في الحياة إنه يعيش متكرر، ما أعطيك نص الملك استهزأ به، لأنت أي أهون عندي، لأنت أهون عندي من سنور من أبطأ من أبطأ اللي عليه منك. رمى الدم على الحل. التالي شاب عمره 21 سنة، هذا الصغير عرض عليه، اجى الوزير قال له اترك لي اياه وانا بجيب لك اياه مثل ما بدك اياه. شلون؟ قال له عندي بنت من احلى البنات صدقوا عليه، وهدول العرب معروفين قدام النساء فورا بسيخ. هذا اللي ما له دين يعني، اللي ما عنده الله. قال له ليش ما حكيت؟ كنا هذيك يعني هو بده ياخذهم يعمل منه تشباي يشبي منه مشان يجيب اولاد شجعان مثل حكايته. اخذوا اعطاه مهله شهر زمان، قعد بالقصر وحكى لبنته قال لها بدك تدبري، واذا دبرتي من وزير الى رئيس وزاره وبده يخلع علينا الملك خلع كبيرة. حاولي مرتين ثلاثة، جمعة جمعتين رايحة جاي، فرعت كشفت وهو جالس مطرق يتلو كتاب الله ولم ينظر إلينا نظرة واحدة. وين الشباب يا أبي؟ سورة الشباب، ما سورة الشباب
بالجلد سوره الشباب بالايمان. جمعتين حرق حرق حرق. هلا الكلام بالاصل صير اذا ربت وحده لا تطلع فيها. انا صارت معي مره بالمستشفى ركبنا بالاسانسير طالعين لفوق ركبوا النساء ما طلعنا فيهم. لما اما صار لفوق ما شفت الا واحد صارت تدعي حالها ما اتفق. قالت لي شو كلبه ما بتطلعوا فيه؟ كلبه قلت لها حكيتي على حالي خاطري اذا ما طلعت فيها بتحترق. جمعتين ما طلع فينا قعدت قدامه. وينك يا؟ لك مين انت؟ مالك انسان؟ لك مالك بشر؟ بشر انسان؟ قالت له بفتني شو بقي؟ الملوك انا لك شو صاير لك؟ لك شو انت؟ قال لي انا مسلم. مسلم يا ابني كلمه مسلم ما سين ولا مين. مسلم الايمان. أنت شو هذا الإسلام؟ شو هذا الإسلام يلي بيعمل من البشر أعظم من الجبال؟ شو الإسلام هذا؟ أنا مسلم. قلت له علمني الإسلام تبعك. فعلمها الإسلام فأسلمت. أسلمت لتوقعه بالفخ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وقع بفخ الإيمان. بعد ما أسلمت صارت تصلي خفية. ثم قال لا شو بدنا نعمل؟ قال لها ادبري حالك. قال له أنا بدبرها. راحت جمعت كل الصيغة اللي عندها وعند أمها وعند أبوها ومجوهرات حطتهم كلهم لفلفتهم حطتهم بخرج. وجدت أبوه قال له هذا الشاب العربي مستحي يعمل شيء بالقصص. اسمح لي اطلع انا وياه على الضياع. وقعد ثلاث ايام جيب لك اياه مثل ما بدك. قال لي اطلعي اطلعي. فهيأت فرسي حملت الخرجين ظنوا انه حملت اكل. هي حملت مجوهرات والذهب وركبت هي وياه والتحقوا بجيش المسلمين. مباشرة إلى جيش المسلمين. بجيش المسلمين لما رآهم القائد فرح وعقد عقده عليها وتزوج. من ترك شيئا لله أمره الله خيرا منه في دينه ودنياه. تزوجها. ليلة العرس بفز على بكرة عميل. فزوجته قالت له شو بك عم تبكي؟ قال لها رأيت أخوي في المنام. أتوا يباركون لنا زواجنا. فسألتهم يا أخي شو صار معكم؟ فقالوا والله يا أخي ما هي إلا غبصة في الحلة وإذا نحن على باب الجنة. من الحلة على الجنة. يا سبحان الله. هذا يا ابني الإيمان. فإذا كان المرأة بدها تضيع عقل الإنسان يعني واحد قال حب واحدة وما بقى يحسن يقعد بلاها وصار مثل المجانين. ما في عقل هو ما في عقل. أما مؤمن يشغل عن الله بغير الله فيا سبحان الله. فقالت ولئن يعني والله لئن لم يفعل ما أمره ليسجننا. تحقيق السجن ولا يكون من الصاغرين. بيش صاغرين؟ قد نحط القيود بإيديه وبرجليه قيود ونحطه مع المجرمين. أنه اللي بالسجن مين اللي بالسجن؟ الصلحاء والأتقياء مجرمين. نحطه مع المجرمين ومع القيد. ومن قبل شو قالت؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لتدخله بالعذاب أو السجن. سيدنا يوسف
لا التفت للسجن ولا للعذاب ولا للسياط ولا للضرب، إنما كان مع الله. ولما كان مع الله، يا سبحان الله، هي ما عرف خوف لا من الناس، لا خوف ولا خير ولا شعور بأحد أعلن، لكنها قالت للنسوة اللي عندها، قالت لهم قلوله انصحوه يا بيعمل ما بدي يا نزل في البلاء، انصحوه. فأجوا لعنده النسوة، يا يوسف قالوا له هي سيدة، هي السيدة المطاعة، بنت مرت الوزيرة، نبقي لها حل ورغم، بتغير دولة بعد أوقات، لك هي السيدة تراك، أطع مولاها، واقضي حاجتها لتأمن من عقوبتها، ما تنزل في عقوبة، فإنك ظالم وهي مظلومة، هي عشقتها، لا تظلمها، يعني خليك دائما حنون شوية، حن عليها شوية. لكن سيدنا يوسف ما سمع لنصحهن، وعمل بما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: من أرضى الناس بسخط الله، بده يدخل السرور عليها والله يغضب، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، بمعصية سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس، بده الله ما بده حدا، أرضى الله بسخط الناس، رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، صح هذا؟ الله رضي عنه وجعله ملكا، أرضى عليه الناس كلهم. فإذا المؤمن هو الذي يتغلب على شهواته وعلى ميوله. فلما عرف ليسجننا، قال يوسف: ربي أنت الفعال، ربي ما قال دخيلكم، الله يخليكم، أنا شو عامل؟ ربي سأل الله والتجأ إلى الله ولم يفكر بأحد غير الله، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طلب السجن، مين اللي بيطلب السجن؟ إنسان في عقل بيطلب السجن، لكن سيدنا يوسف حط الميزان، السجن عذاب جسد مؤقت، بينسجن سنة سنتين شهر مؤقت بيطلع، لكن بيطلع وهو طاهر القلب وطاهر الروح، فالسجن بلاء الجسد، لكن المعصية ظلمة الروح، ظلمة القلب، ظلمة القلب متى ما لزقت صارت معك دائمة، ما عادت تتطهر، ما عادت تنضف، فأحب أن يقوم بأخف الضررين. أنا أخف الضررين؟ لوسة الروح ولا عذاب الجسد؟ أنا أهوان؟ عذاب الجسد، خلي يكون عذاب الجسد بس الروح ما تتلوث، بس القلب ما يتغير عن الله، ما ينشغل بغير الله، ما يميل بحبه لغير الله، هذا يعني الإيمان. ربي السجن أحب إلي، صلوات الله وسلامه عليه، لأن مدة السجن تنتهي، أما بيطلع من بعد السجن خالص ما تلوث، لكن واحد يتلوث بروحه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإيمان مثله كمثل القميص، فإذا شرب الخمر أو زنى نزع منه هذا القميص، مش له،
إن دار رجع إليه، وإلا خسر الإيمان. خسر الإيمان مشان لذة خمس دقائق، مشان لذة بسيطة. المؤمن ما بيبيع اللذة البسيطة بدل آخر. بيحكوا بالمثل العام، قال مرة بدوي وهو بالصحراء مالت إليه امرأة وطلبت منه الفاحشة، من كتب الإغراء أراد يتطرق. لما أراد يفك البنطلون تذكر إنه هي لذة بسيطة، أجا بده يضب البنطلون وفز. طب شو بقى؟ قال لك يلي ببيع يا جماعة، يلي ببيع جنة عرضها السماوات والأرض بمحل أربع أصابع، هذا قليل العلم بالمساحة. هذا ما بيعمل بيعرف بالحساب ولا بيعرف بالمساحة. جنة عرضها السماوات والأرض، تضيعها بعرض أربع أصابع، وين على؟ فقال له والله أنا بدي الجنة، ما بدي هون. واحد محل واسع ببيعه بمحل أربع أصابع. هذا بدوي فكر. بينما الإنسان إذا ما في إيمان ما عم يفكر، ما في إيمان شهوته عم تتغلب عليه. لذلك يا أبي فضل المجلس العلم وفضل الذكر وفضل أهل الله بيغمر الإنسان إلى يوم القيامة، يعطيك من الإيمان ما تستطيع أن تقف أمام ما امرأة، أمام 5000 امرأة ولا بحركوا إلى الدين. هذا المؤمن التقي الصالح. ربي ملتجئا إلى الله مناجيا لله. ربي السجن لما فيه من ظلم وإنتان ومجالسة المجرمين وما فيه من العفون وما فيه من الصراصير والثيران، كان هذا السجن. الحياة المؤلمة لهذه الأخزار أحب إلي مما يدعونني إليه، أحب من من اللذة، أحب من الشهوة. تعب بين الثيران بين العراتيل والصراصير، نعم، ولا يقع في خطيئة. فلذلك صلى الله على سيدنا محمد يقول: يا شباب قريش، يعني هلا يا شباب حلب، لو كان النبي هلا هون شو بيقول؟ يا شباب حلب. النبي كان بقريش عم بيقول لقريش: يا شباب قريش احفظوا فروجكم، احفظوا فروجكم، لا تزنوا. اوعى تلوث حالك. ألا من حفظ فرجه فله الجنة. على مذهب البدوي، على من حفظ فرجه فله الجنة. وفي رواية صلى الله عليه وسلم: من سلم له شبابه دخل الجنة. سلم الشباب من المعصية، من الزنا. يا أحبابي، ما بس الزنا، دواعي الزنا لا تقرب لها. نظرت من الشباب خطأ، لا تفعل. نظرت في الطريق إلى هذه وهذه خطأ، لأنه بيجعل في قلبك حرقة بدك تركض وراها وعم تطلع وهي زوجة غيرك، ما بتحل لها. فإذا ليش لتحرق قلبك وتم راكد ورا هي ورا هي وتضيع عمرك فيما لا فائدة فيه؟ اصبر اصبر واتق الله وخف الله وراقب أن الله معك، حتى إذا بلغت مبلغ الرجال وصار عندك استعداد لبيعة الزواج فتزوج امرأة صالحة وخذ حياتك معها كلها، فعندها تؤجر على كل لحظة تكون أنت وزوجته. بينما الحرام الملائكة يشهدون
والمكان يشهد والله يشهد وأعضاؤك تشهد وكلها شاهدة عليك. أتحب أن يكثر شهداؤك يوم القيامة ضدك؟ اتق الله. يا شباب قريش، يا شباب حلب، النداء هلا نبي إلكم. مين عم يناديكم هلا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة، أو من سلم له شبابه فله الجنة. ما أحلى الشاب يا ابني، دم طاهر نقي صافي ما يتلون، دم على كمال الإيمان، كمال النوراني، قلبك منور. المعصية تظلم القلب، المعصية تميت الروح. فبدل ما يكون قلبك حي مع الله صار قلبك مظلم منتم، صار رفيق الشيطان، ينقلك من معصية إلى معصية، من غفلة إلى غفلة. لذلك هي السورة بدها تنقلنا من ميول الهوى إلى الإيمان الكامل. وأنتم يا شباب، كلام رسول الله، احفظوا لي الحديث هذا، حديث صغير لكن بدي اياكم كلكم تحفظوا، وهلا ما الحق طالعكم من هون الا تكونوا حافظينه. يعني ما بيحفظوا بده يحط 500 ورقه. حديث بسيط. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه يعني إنسان، وما بين رجليه يعني العورة، أضمن له الجنة. الضمان النبي حق. وإذا النبي ضمن كثير يا ترى حطاب، من يضمن لرسول الله أن تضمن اللسان لا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا طعن بالناس، وتضمن فرجك من الزنا والوقوع في الفاحشة؟ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ صلى الله عليه وسلم. النبي عم بيقول لك أنا ضمين، والضمين حطاب. يا ترى ضمانته صحيحة؟ من منكم يضمن لرسول الله هذا الضمان؟ الله يوفقكم إن شاء الله، يعني كلكم بتكونوا من الطاهرين المباركين، أن تلقوا الله ولم يكن على أحد منكم لوش من خطيئة أو معصية. هذا أحب السجن أحب إليه، فخاطب الله الوجود. ورد في الحديث القدسي قال الله تعالى، أوحى الله إلى يوسف: يا يوسف أنت جنيت على نفسك. أنت أوقع حالك في الجناية، ولو قلت العافية أحب إلي عوفيت من ذلك. لو قلت العافية، لا تتمنى المرض، لا تتمنى الشقاء، لا تتمنى التعاسة. واحد يقول الله يصف أمره، الله يخلصه من الحياة. لك يا أنت عم عرفان شو عم تطلب؟ بدل ما تقول الله يصف أمري، يقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي. أما يصف أمري طلب، فتأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل يقول: عبدي استعجلني في قبض روحه، ف
فعجلت به إلى نار جهنم. عبدي استعجلني في قبض روحي، الله يصل أمره، الله يخلصه من الحياة. خاصة المرأة لما تقع في ضيق الله يصل أمره ويخلصها من الحياة، ما بقى من الحياة، تصل إلى نار جهنم، إن ماتت فمن أهل النار. عبدي استعجلني في قبض روحي فعجلت به إلى نار جهنم. لكن شو بده يعمل؟ سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، سمع رجلا يقول: اللهم ارزقني الصبر، اللهم إني أسألك الصبر. فقال صلى الله عليه وسلم: سألت البلاء فاسأل الله العافية. ما تقول اللهم ارزقني الصبر، قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. لأنه متى ما سألت الصبر، شو معناته الصبر؟ على ايش بده يكون؟ على بلاء. فقد سألت البلاء، سل الله العافية بدل البلاء. يعرف الإنسان شو بده يدري. فسيدنا يوسف حكى هالكلمتين صلوات الله عليه، لو قال اللهم إني أسألك العفو والعافية لعافاه الله من هذا البلاء. اللهم اكشف عني هذا البلاء، لكشف الله عنه البلاء. لكنه قال: رب السجن أحب إلي. فما دام أنت بدك سجن، يلا تفضل، شرف السجن إلى أن تبقى في السجن بضع سنين. رب السجن أحب إلي من إيه؟ مما يدعونني إليه. أنا عم يدعونني إلى الفاحشة. هذا كله مشان ايش؟ من شان انه جميل، شان الجمال، من شان الجمال طالبين منه الفاحش. بعتت له النساء، كل وحده تجي لعنده بدها تنصحه تدعي لي نفسها. ما خلص من وحده، اجت الثانيه، اجت الثالثه. لذلك قال: وان لم تصرف عني كيدها ولا كيدهن. ما وحده، كل وحده صار بدها تيجي تنصحه، انا بخليه يجي، انا بخليه لك اياه، تروح لتنصحه تدعيه الى نفسها. يا سبحان الله، ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. وان لم تصرف عني كيدهن، والا تصرف عني كيدهن، مكرهن وكيدهن وتآمرهن وتخطيطهن كلهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أصب إليهن، أصب يعني أعود إلى بشريتي فأميل بنفسي، برجع إلى البشرية. البشرية شيء والنبوة شيء، فلا ترفع عني النبوة ولا ترفع عني هالغطاء والستر الكامل حتى ما مين ميلة النفس، خاف من ميلة النفس. لذلك في الآية اللي جاية قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربه. فكان يوسف ممن رحمه الله، رحمه الله فصرف عنه كيده. وإلا تصرف عني كيده، معنى ذلك إذا وكلك الله لنفسك هلكت، هلكت. إذا وكلك إلى الناس ضلت، وإذا وكلك إلى نفسك هلكت. فسل الله: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياك أن تعتمد على نفسك، إياك أن تعتمد على نسبك، على علمك، إياك. خليك دائما مفتقر إلى الله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والنبي يقول: من وكله الله إلى نفسه هلك، هلك.
انه ما بتعرفي تقاوم، فلا تستطيع ان تقاوم ما وقعت به او ما وصلت اليه. من ناحيه ثانيه كمان هي خليني اخذ والا تصرف عني كيدهن. قل دائما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. ما تظن نفسك أنه أنت بتترك المعصية، ممكن من أقرب المقربين تصبر. دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي يا علي أتدري ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال لا يا رسول الله. قال لا حول عن معصية الله. الحول التحول، لما عم بتلفت هيك أو هيك هذا شو قال له؟ تحول، يعني ما بتحسن تلفت يمين أو شمال. لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. ما بجهدك، ما باستعدادك، اوعى تفكر انه انت عندك قوة. يا اخي انا ما بخاف، انا ما حدا بيحسن علي، انا ما بقشرة موزة بتتزحلق. اوعى تفكر حالك انه انا وانا، لا ما في هذا. في لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي كنز من كنوز الجنة أن تتبرأ من حولك وقوتك إلى الله. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. إياك أن تغتر بقوة أو صحة أو عافية أو ذكر أو دين، أوعى تغتر. إذا اغتريت الغرور نهاية الهلاك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. اوعى تغتر، يجي لك انت مؤمن، انت تقي، انت صرت من صاحب الاحوال، انت صرت من اهل الله، انت اوعى يا ابني. ما هلك يا ابني، ما هلك الصلحاء والاتقياء الا النساء. هذا الباب يا ابني اللي بيهلك كثير. ولما سيدنا موسى صلوات الله عليه وسلم كان ذاهب الى مناجاه الله، حفظوها لانه قصر لكن تحفظ، ذاهب الى مناجاه الله فعرض له ابليس فقال له الى اين يا كريم الله؟ وين رايح؟ فقال إلى مناجاة الله. في وعد من الله المناجاة، رايح لمناجاة. فقال يا كريم الله هل لك أن تسأل لي ربك سؤالا؟ اسأل لي الله سؤال واحد بس. قال وما سؤاله؟ قال سل لي ربك هل يقبل توبتي إذا أحببت أن أتوب؟ هل يقبل توبتي؟ فقال له موسى أو تتوب؟ إذا الله بيقبل توبتك فتوب؟ قال له من يتوب الله عليه ولا يرضى بالتوبة؟ أنا بخاف الله، إبليس بخاف الله، شو ما بتوب بس الله يتوب عليه. انه تكرم. فرح سيدنا موسى انه اذا ابليس تاب معناتها تسكرت باب جهنم، معناتها ما بقى في معاصي. فذهب فناجى ربه، فمن لذة المناجاة نسي موسى السؤال. فلما انتهت المناجاة قال الله له يا موسى أدي الأمانة. قال يا ربي وأي أمانة؟ قال له أدي الأمانة
مين اتمنك على أمانه؟ من لذت مناجاة نسيان مضروب بكلام الله ليش لباله؟ قال له مين اللي بالطريق حملك أمانه؟ ذكر. قال له يا رب إبليس يسأل هل تتوب عليه إذا تاب؟ فقال يا موسى أي عبد من عبادي أساء وأذنب ثم تاب غفرت له وتبت عليه. وإبليس بتوب عليه لكن على شرط. سبب خراب بيته وهلاكه ما سجد لآدم، فهلا يروح يسجد لقبر آدم سجدي وأنا بغفر له كل ذنوب. سجد لقبر آدم. سيدنا موسى كيّا فليه شو بتكلف؟ ما سجدة عبادي، سجدة احترام لعملهم. أنت حبيبنا أهلا وسهلا. ما في. رجع سيدنا موسى قابل إبليس. شو قال له؟ لك أبشر. أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس عليه. أبشر. خير. يا الله بيتوب عليه. بس بشرط واحد. شو الشرط؟ قال له أن تسجد لقبر آدم سجدة واحدة. لك ما في شيء. طيب سجد تعمل له يا برجاء. ضحك حتى غلب على أفاه. قال له أنا لما كان طيب ما سجدت له، سجد له هو ميت. المنحوس منحوس لو حطوا بين عيونه فانوس. منحوس نسأل الله السلام. لكن مو هون المراد. المراد قال له يا موسى أنت خدمتني هذه الخدمة وأنا بدي كافيك عليها. إبليس بيعرف المكافأة عن معروف، وفي ناس ما بيفهموا يلاقوا عن معروف. قال له أنت أحسنت لي بهذا السؤال، فيا موسى احذرني عند ثلاث، خذ احتياطا مني. يا موسى احذرني عند ثلاث. شو هن الثلاثة؟ قال له أول وحدة احذرني عند النساء. أول وحدة خاف مني عند النساء، فإن الرجل إذا التقى بالمرأة أو مرت من أمامه زيناها له وزيناه لها حتى يقع في المعصية، فاحذرني أول شيء عند النساء. إن المرأة إذا مرت كنت رسولها إليه ورسوله إليها، بزينها له وبزينه لها، نسأل الله السلام. قال له الثاني اذكرني عند الغضب، احذرني عند الغضب، فإن الرجل إذا كان حديدا، يعني إذا كان نزل حرب، لعبنا به كما تلعب الصبيان بالكرة. شلون بيلعبوا بالطابة؟ هيك الشياطين بيلعبوا فيه. لأنك راح الدنيا، لك كان كسرت الكاسة، كسرت الزبدية، لك لحقها بدينا. يلا لحقها بدينا، بجب الدين. روح دينه وروح دنيا. شال كاسة. مين اللي وقعه وقعه؟ هذا الغرض. والثالث يقول له كن احذرني عند الجهاد، فإن الرجل إذا خرج إلى المعركة ذكرناه بأهله وولده وماله. بكرة مرتك حيتزوجوها، بكرة مالك حياخذوا لك، فبيخاف بيرتعب بيهرب فيقع في غضب الله. قل له اذكرني عند احذرني عند هذه الثلاث. فيا بيشوفوا ان ابليس عم ينصح خذ احتياطا. فلذلك صلى الله عليه وسلم قال اياكم والخلوه بالنساء، اياكم والخلوه بالنساء. قالوا يا رسول الله افرايت الحمو؟ حمو يعني بيت الاحمى. اخذ مرتا، اخذ مرتا، هاي بيت مرتا.
تزوج وجاي تجي اختها تضحك بوشه بتلاعبه بترشه بالمي بيميل لاختها مرته ما عاد بتعجبه بيطلع مرته مشان ياخذ اختها احذروا هي ناحيه لازم ننتبه لها افرايت الحمو قال الحمو الموت موت الايمان والدين باختلاطك ببنت احمر لذلك في المذهب الحنفي اللي بيتزوج ما بيصح يقبل مرت عمه ما بتصافحها ما بتقبل ايدها اذا مديت ايدك لايد حماتك حسيت انه ناعمه وقع في قلبك انه ناعمه حرمت زوجتك عليه هذا مذهب الحنفي واذا مسيت اختها فت على البيت على اوضه النوم شفتها نايمه فكرتها مرتك ارصتها بشهوه فطلعت هي اخت مرتك حرمت مرتك عليك زوجتك حرمت عليك هذا مذهب الحنف فمعناتها خذ احتياطك خلينا نكون اخذين الاحتياط والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين الجاهل الذي لا يعمل بما يعلم لا يعمل بما يعلم جاهل فإذا كنت جاهل هذا الجاهل والسفيه مثل بعض البعض شو الفرق بين الجاهل وبين السفيه فلذلك أن وأكن من الجاهلين يعني اللي ما عملوا بعلمهم بينما المؤمن يعمل بما عمل فاستجاب له ربه كل داع يستجيب الله دعاء كل ملتجئ إلى الله يستجيب الله له استغاثته فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن صرف عنه كيدهن بإيش؟ صرف عنه كيدهن أولا ثبتوا على الإيمان اثنين زال في عصمته استعصم حتى كان على القوة لا بعفة صار عفيفا ما وقع في حرام ولا شيء رابعة دخل السجن فحيي بعده فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع إنه هو السميع يعني لدعائكم هو السميع لأقوالكم وإن كانت سرا الله يطلع عليها ويعلمها ولا تغيب عن الله شيء إنه هو السميع فأنت يا ترى لما عم تحكي مع أخوك مع جارك مع قرايبك هل أنت معتقد أن الله سميع لما تقول لما عم تكذب الكذبة عرفان أن الله سميع لما عم تحكي على رفيقك على أخوك عم تطعن بفلان هل أنت مؤمن بأن الله سميع سميع يسمع ما تقول ولا تظن أن سمع الله يحجبه حاجب فإن سمع الله محيط ولا يحجبه شيء لا في الأرض ولا في السماء وسمع الله نداء سيدنا يونس وهو في باطن الحوت وفي أعماق البحار سمع نداءه سبحانك إني كنت من الظالمين فغفر الله له وأخرجه فالذي سمع في باطن الحوت في أسفل وأعماق البحار ألا يسمع قولا وهو الذي يسمع دبيب النمل على الرمل يسمع دبيب النمل على الرمل يا ابني هي الصفه من الله ما لازم تحيا في قلوبكم ما لازم تحيا في قلبك ان الله يسمع سميع لقولي لذلك المؤمن لا يتكلم الا كلمه يؤجر عليها لا يتكلم بكلمه ياسم عليها كل كلامك بدك تحصيه ان تتكلم ما تؤجر عليه عند الله من امر او نهي
أو تذكرة بالله أو دعوة إلى الله، أما أن تتكلم بغير ذلك. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى. إنه هو السميع وبعدين العليم، عليم بك وبحركاتك وبتقلباتك في الليل والنهار، عليم بك بما تعمل، عليم بك بما تنوي. سميع عليم، صفتان من صفات الله، اذكروهما دائما. إنه هو السميع العليم، ومن علم أن الله سميع له اتقى الله في قوله، ومن علم أن الله عليم به راقب الله في كل أحواله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في أحباب الله يرضى عليهم ويبارك فيهم ويزيد بهمتهم وعزيمتهم، في خمس أحباب أخذوا الدرجة الأولى والسبق الأول في البكالوريا، أربعة بكالوريا وواحد في كلية الهندسة الميكانية. هذول بدنا نكرمهم الآن تكريمتين، تكرمة الدعاء لهم الله يثبتهم ويزيدهم من العناية والتوفيق، ندعو لهم، وتكريم كمان مادية تقدم لهم لعل الله عز وجل أن يجعلهم من أهل الهمة العالية. شو حاطين يا جوهرة؟ ولا أسوارة؟ هذا الشباب ما بدنا أساوي. الأخ محمد عبد المحسن حط 253 من 260 وناقص العلامة كاملة 7، الله يرضى عليك توفق. وهي هدية أحبابك لك الله يرضى عليك. الأخ محمد فاضل 5 أهلا وسهلا، الله يفتح عليك. حصل 252 من 260 الله يفتح عليك ويثبتكم بقلبه الثابت في الدنيا وفي الدار الآخرة. الأخ سامي حداد الأخ محمد نور تامر محمد نور سبقه أهلا وسهلا الله يفتح عليكم الله يثبتكم بقوله الثابت ويجعل الجامعة عليكم إن شاء الله يسيرة وسهلة الله يفتح عليكم الله يرضى عليكم. طارق فتياني لأول في كلية الهندسة ميكانيك بالسنة الأولى. زادكم الله عناية وتوفيقا وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعل الجامعة عليكم إن شاء الله تجمع قلوبكم على الله. أهلا وسهلا الله يعطيك العافية ويفتح عليك ويبارك فيك. عامل الورد له شوك بارك إن شاء الله. ما مقدار الوصية التي يجب إنفاقها إن لم تكن مكتوبة وموصى بها؟ وما كيفية إنفاقها؟ وهل يجوز إنفاقها على مراحل؟
الإنسان في الحياة له ثلث المال تبعه، يتصرف بثلث المال تبعه خاصة له، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد وفاتكم زيادة في أعمالكم، زيادة في الطاعة. إن كان محال يوصي بحجة بلد، بده يوصي بده كمان يدفع منها للقبر، يدفع منها للجنازة، حتى ثم أفضل ما أجد صرف هذه الوصية أن تصرف إلى طلاب العلم، نشتري لهم كتب شرعية يدرسوا بها كل حياتهم وينشروا دين الله، هذا أفضل ما أجد. إذا كان وصي بجامعة ندفع للجامعة حسب ما تكون وصية الموصي، فله ثلث المال، والوصية تخرج بعد وفاء الدين. أول شيء وفاء الدين، قبل ما نغسله وقبل ما نكفنه قبل ما نصلي عليه بنوفي ديونه. فبعد وفاة الدين بنطالع الوصية، بعد الوصية بصير الميراث. أيوة، امرأة توفي زوجها وعمرها 75 عام ومريضة بنقص التوهية بالرأس وغير متمتعة بقواها العقلية، فهل يجوز أن تقضي عدتها عند أولادها؟ نعم، إذا ما في مين يخدمها في بيت زوجها اللي توفى فيه، فلها أن تذهب إلى بيت أولادها وبيخدموا أولادها. وعدة الوفاة كل الناس بيحشنوا عليها، ما فيها شيء. عدة الوفاة أولا ما تتزين، عمرها 75 سنة لحتى تتزين، هي رايحة، هي أول وحدة. ثاني وحدة ما تنخطب، ما تتزوج، في إمكان. ثالث وحدة ما تنام برا البيت، إلا تروح تزور بناتها وتزور أولادها، تطلع مع طلوع الشمس وترجع لبيتها قبل غروب الشمس. هي هي العدة كلها، هي العدة. وبتتغسل بالحمام وبتتصرح بالمشط وبتنام على الدخل لو كان اسمه مذكر، معني شيء. عند النسوان كل شيء مذكر ما بصير تستعمله. بالمشط ما بتتصرح، لكن بيبدا تتصرح بأصابعها. والدخل ما بتنام عليه. بالحام ما بتتغطى، لأنه مذكر. إذا تغطى هذا كله علاج. لذلك العدة شو كم وحدة؟ لا تتزين ولا تتزوج ولا تنام خارج الدين. هي بطليلة تعمله. والدي منع أخوتي وأمي من حضور مجالس العلم، يحل فيه اليمين على أمي، فماذا تنصحنا أن نفعل؟ امتنعوا هلا، امتنعوا هلا ثلاث أسابيع أربع أسابيع، لأن الشيخ موهون. قلوا معه، قلوا له مالنا رايحين على الدرس. قلوا معه، أحسنوا إليه، دللوا، كرموا، لما بشوفكم دللتوا وكرمتوا بكون روحوا. بكون إجا الشيخ بكون روحوا، بكونوا جيتوا على الدرس. ذكرتم في أحد الدروس عقد الزواج أنه لا يجوز للرجل بعد عقد الزواج أن يدخل على زوجته إلا بعد أن يدفع ولو جزءا من المهر المسمى بالعقد. صحيح. السؤال: هل يجوز اعتبار المليك المدفوع للزوجة بالاتفاق بعد فترة مع الزواج من الزواج كجزء من المهر إذا لم يكن بالمستطاع دفع المهر للزوجة براءة ذمة؟ معلش، المليك هذا الذهب أنت بدك تقدمه، فبتقدمه أنت هذا من المهر. 100,000 لهم هذا هلا من المهر، قدم المليك من المهر، وهذا جائز وماشي الحال. أخذ امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام بدها تتزوج، النبي قدامه واحد، قال له يا رسول الله زوجني يا رب. شو تملك؟ قال له لا أملك
إلا هذه النعمة، فردة نعمة، فردة شحاطة يعني ما في غيرها. فالتفت النبي إليها فقال: أتقبليها مهرا؟ قالت: نعم. قال: بارك الله لك فيها. يلا تزوجت بقدي؟ يا ريت يكون في من عنا هي هلا، هلا المليك بيكسر ضر الشمس الله يعينه. قالوا أن الشيخ محي الدين ابن عربي كان يجتمع مع الأنبياء والصالحين عن طريق انسلاخ الذات، فإذا كان هذا الانسلاخ يمكن تعلمه أو اكتسابه وليس موهبة، فهل لنا أن نتعلمه من حضرتكم؟ يا ابني أنا فتحت لكم الباب بس أنتم ما عم تشتغلوا. اشتغل بذكر الله، الانسلاخ الروحي بده ذكر الله، تشتغل بذكر الله حتى قلبك يعشق الله، متى قلبك عشق الله صار لك الانسلاخ الروحي، وعندها تلتقي بأرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء، وإذا ما كان ليلك ونهارك ترسل معهم. بس اذكروا الله أول شيء. المراية إذا بدنا تعطي الضوء بدك تمسحها، لما بتمسحها وتصير كاشفة حولها للشمس تعكس النور، لكن مغبرة وحافظها وملوتة بالزفت وملوتة بالزيت وبدك تشوف صورتك فيها، ممكن الله يتقبل منا ومن فضله ويغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.